السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله النهارده 18/12 في زراعات بطاطس. نشوف الارض اللي احنا فيها دي وضعها ايه كده وبعدين نتكلم. دي كده هي بطاطس، يعني وضع زعل خالص، جات لها ندوه شديده، وضع زعل. انهار المجموع الخضري بتاعي وقت يعني حرج. بص كده انهيار تام للمجموع الخضري بسبب طبعا الندوه. جت وقت الاسبوع اللي فات دوت اللي كان فيه شبوره كتير، انهار للاسف بوضع زعل. ده منظر البطاطس اللي احنا فيها النهارده، طبعا مساحه كلها بالوضع ده. جدا سليم، مفيش اي حاجه خالص. في طابوت صغير اهو بس مش هنلحق نجيبه، طابوت كويس مش هنلحق. طبعا شفنا وضع الارض، وضع زعل. شفنا الانتاجيه بتاعتها، مالناش دعوه بالصنف، الانتاجيه تعتبر كده على الوضع دوت كده انتاجيه معقوله كويسه على الوضع ده. في طابوت عندنا جامد كتير جدا اهو في النبات بتاعي اهو، في طابوت بس للاسف انا كده بالوضع ده مش هستفيد بيه خالص. عزائي ان الجدر عندي سليم 10/10، مفيش غلطه فيه، تبارك الله الله اكبر. طب ايه بقى قصه الارض ديت؟ دي بطاطس كده عمر النهارده كده تقريبا دخلت عدت ال 70، كسرت 70 يوم، داخله في 75 يوم. هو طبعا للاسف نتيجه الاطراف اللي هو المفروض استخدام اليوريا جامد. النبات بتاعه كان ماخد بالونه منظر هش، مفيش ممنعه فيه، مفيش قوه فيه. مع اول ما دخلت الاسبوع اللي فات ده بتاع الشبوره اللي كان من 10 ايام او اسبوع، الشبوره اللي كانت مبالغ فيها ديت وكانت جت كام يوم ورا بعض وشديده، النبات طبعا ما كانش مستعد ليها، مش متاسس. يوريا، فخد باللون، خد منظر على الفاضي. مع اول صدمه مع الشبوره ما استحملش النبات، انهار النبات، وقع النبات بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طب وقع في وقت قياسي، في وقت حساس جدا، في وقت احنا في امسم حاجه فيه للعرش. النهارده احنا داخلين كده في حاجه و70 يوم، لسه قدامنا شويه، الاحجام دي لسه عايزه تتضاعف عن كده، عايزه اكل، عايزه مجموع خضري سليم معايا عشان المصنع يشتغل فوق مع الجدر تحت. طب احنا الحمد لله لقينا ان الجدر بتاعنا 10/10 سليم الحمد لله. طب انهيار المجموع الخضري ده معانا طبعا بسبب افراط في استخدام اليوريا. طب ايه بقى يعني ايه الوضع اللي انا فيه النهارده؟ يعني طبعا جت كمان برضه لفحه جايه معايا على الساق، يبقى انا جت معايا على المجموع الخضري فوق وجت معايا على الساق كمان شديد على الساق. طيب يبقى انا هنا بقى بالوضع اللي انا فيه دلوقتي عملي بقى خلاص، ما انقاذ ما يمكن انقاذه. انا كده كده خلاص الوضع هو اللي عليه، اتصرف اعمل ايه؟ يبقى رشه ندوه شديده مركب من المركبات المحترمه الشديده بتاع الشركات العاليه عشان اوقف الانهيار دوت على كده، حتى شويه الخضاري اللي باقيين ما ينهاروش مني. رش ورقي، وبعدين اعوض كمان طحالب مع متوازن، اضخ تاني للمجموع الخضري عشان اطول عمر اللي عندي، والى حد ما ادي شويه نموات جديده النهارده تسند معايا وتعوض اللي فات ده. بس مش ده الاساس عندي، احنا بنقول دوت ايه حاجه كده ثانويه او حاجه ايه يعني جنب الشغل الاساسي نعمل بيه على اساس ان احنا ايه نحاول نطول عمر الشويه اللي باقيين معانا ونجيب بديلين لان انا محتاجهم. وتحت الحمد لله الجدر عندي تمام 10/10، مفيش مشكله فيه خالص، لا فيها عفين ولا فيه نيماتوده بفضل الله. فاذا نقدر نضخ من تحت بقى باسرع ما يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه، بوتاس ونظيف ومحترم وبجرعات عاليه. يبقى انا بوتاس نظيف محترم، شركة محترمة بجرعات عالية، لأن هو ده الأساس عندي اللي هيحرك لي الجدر معاه تحت. مع عدد ري على قد ما أقدر وأفضل الحمد لله رملة، مع فترات ري قريبة عشان أدي البوتاس ده بالتتابع. يبقى أنا النهاردة هل أنا لو قدامي النهاردة أروي مثلا ساعتين وأقعد ثلاث أيام، طب ما أنا هدي كمية البوتاس اللي هديها النبات في الساعتين دول هياخد اللي ياخده والباقي هيتغسل تحت. ما عنديش استمرارية فيه، ما استفدتش شوية تكلفة عليا. طب ما تديني مثلا يومين ويوم، لما تديني يوم ويوم اقصد من كلامي حسب قبول الارض عندك، اديني ما تصوملش كتير، اديني ميه على فترات قريبه عشان ادي الجرعه بتاعت التسميد على فترات قريبه، فالنبات يقدر يمتص منها اغلب اديله في التسميد بتاعي الجرعه المناسبه بيه اللي هو يقدر يستفيد بيها يمتصها ويستفيد بيها وما يتغسلش منها حاجه تحت. فانا مش عايز بقى جرعه كبيره بقى عشان انت مطول لي الفتره. يبقى انا النهارده هل لو اديت مثلا 4 كيلو تسميد بتاس مثلا النبات هيستفيد بيهم؟
طب هصوم عليها يوم او يومين حسب امور الارض، هدي 4 كيلو بتاس تاني بقى مع حب انها هتجمع الخلط، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لي. و بوتاس يكون محترم بشركه قويه عشان يبقى اكثر تاثير، اسرع في التاثير واقوى في التاثير، وما ما 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 بقاش لسه البات ما يوقعش الجدر معايا. يبقى بدل 4 كيلو، بدل ما اجيب نوع تعبان وادي 8 كيلو ادي 9 كيلو ادي 7 كيلو، لا اجيب يبقى انواع محترمه بحيث تبقى ايه الاثر بتاعها ايه سريع وممتد معايا وما بقاش فيها غسيل في التربه بتاعها. وطبعا ادي مادة برضو ادي كالسيوم مع التسميد معانا، والحمد لله احنا قلنا فوق نشتغل فوق زي ما قلنا على قد ما اقدر، خلاص ارش ماده قويه جديده وارش حاجه تعوض المجموع الخضري معايا دوت تطول العمر، لان لسه قدام عمر، انا لسه اقدر اضاعف النهارده الصرف دوت عايز منه احجار، يعني هو في عدد نور، يعني عدد دوت هنقول متوسط عدد نور، بس للاسف لسه النهارده حاجه و70 يوم. طب انا النهارده هقل على 100، هقل على 105، على 110 اكتر اقل حسب السوق معايا. طب لو اسعار حلوه هتقلع هتخسر وزن جامد، طب الاسعار هتطول الفتره بتاعتك، يبقى انا محتاج اضخ جامد عشان اعدل الكميه بتاعتي واعدل الاوزان بتاعتي. خطا غير مسموح لي خالص موضوع اليور اهوت مجسفه، خدت قرش خدت بالونه مع اول اختبار ليك مع اول شبوره اشتغلت انهار مجموعه الخضر بتاعك في وقت قليل جدا بدمار شامل، ما استحملناهوش النبات، ما استحملهوش ولا السلبيات بتاعتي. عشان اخش الصنف زود بالكميات ديت كده بالاوزان دي كده، حرام عليا حرام عليا حرام عليا. يبقى السبب افراط في استخدام اليوريا بعدم تركيز، ويعني ايه بافراط، ودي كانت النتيجه بتاعتها. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا هذا الفيديو. لو بتتابعونا على فيسبوك من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على يوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه، تفتح معاك مشاهده التواصل تبع 0147 6196. شكرا.